في المحاضرة الماضية احنا تكلمنا عن مقدمة في Railroad Geotechnical Engineering، وقلنا انه مشكلة الطبقات تحت سليبر تكون ظاهرة في أسوأ المراحل، وقد تكون غير ظاهرة وتبدو على شكل الهبوط أو على شكل تغير شكل تغير التصميم الهندسي للسكة. من الأشياء اللي بتصير موجودة عندنا في السعودية اللي هو زحف الرمال على السكة. هذا الموضوع يؤثر بشكلين، الشكل الأول أنه يسد منطقة سير العربات بحيث انه بحيث انه هذا الـ هذا الريل هذا السكند ريل تجمع الرمال يغطي المنطقة هذه، بحيث انه لو في سويتش او تورن اوت ما يمكن يعمل، وإذا فيه عربة تمشي فإن في احتمال أن الفلانج يتفلق على الرمل الموجود أو يساعد الرمل على التسلق. صارت في حادثة السنة الماضية أو اللي قبلها في طريق الرياض الدمام بسبب تجمع الرمل على السك، وحضر عندنا دكتور من شركة موبايل سيمنز، مو الترم الماضي اللي قبله، وحدثت انا وياه شخصيا عن هذا الموضوع، فقال انه فيه تقريبا سيارتين يوميا تروح من طريق الرياض الدمام اما للتشييك او لعملية التنظيف. فالموضوع يعني يسبب مشكلة من ناحية الجزء الاول اللي هو يسد المجرى العربة. النوع الثاني من المشكلة انه زحف الرمال وحبيبات الرمل تدخل في طبقات البالست، وطبقات البالست مثل ما احنا عارفين انه فكرتها انها تعمل على شكل زنبرك، راح يصير في ديفليكشن مع مرور القطار وترجع مرة ثانية شكلها طبيعي، في إلاستيك فورميشن اندر اللودينج. إذا وجد الرمل فإن الطبقة تصير أكثر كثافة ويصير الضغط عليها يسبب تأثير بلاستيك، يعني بلاستيك ديفورميشن، يعني التأثير دائم، يصير فيه هبوط في التصميم الهندسي للسكة. تلقانا كل مرة نرجع مرة ثانية المنطقة هذه نعملها صيانة، زي ما شرحنا في المرة اللي راحت انه اذا ارسلنا العربة او ارسلنا الفريق الهندسي للتشييك على السكة لقينا ان المنطقة هذه فيها مشكلة، فان امرين، الامر الاول ان نغير الطبقات اللي تعتبر تالفة، او الامر الثاني انه نسوي الصيانة الدورية تامبينج تكلمنا عنها المرة اللي راحت، يعني اللي هو موضوع ترفيع السكة لترجع مستواها الطبيعي، ويعني أو أي طريقة من طرق الصيانة. لكن الحد الفاصل ما بين الصيانة الدورية والتغيير هو عدد مرات خروج فريق الصيانة. لنفرض أن فريق الصيانة كان يطلع كل 3 شهور مرة عشان يعدل، زاد الوضع سوء وصار يطلع في الشهر مرة، فإذا وصلنا إلى مرحلة أنه نحتاج أن نغير. كذلك والشيء بالشيء يذكر، بعض الأحيان يصير فيه المشاكل على جزئية السليبرز، يعني جزئية
السليبر يصير فيها مثلا إما تكسر وإما فقدان للفاستنج سيستم، يعني يصير فيها أجزاء مفقودة، إما الإلاستيك بارت يعني الكليب، إما السبايكس أو المسامير، أو تكسر خفيف في واحدة من السليبرز. فحل المشكلة ما هو مباشرة بالتغيير، لأنه إيقاف القطار عشان بس تغير سليبر واحد، أو إرسال عربات عشان تغير سليبر واحد غير مجدي. فهم اللي يسوون أنهم يحددون المناطق في كل سنة على حسب اللي يراه فريق الصيانة، يقولون المنطقة هذه تحتاج فيها أو عدد كبير من السليبرز المتضررة، يروحون ينتقلون للمنطقة هذه يسوون لها صيانة وتغيير. فالشيء بالشيء يذكر، فالسليبر فكرة الصيانة في السليبر إنه ما تغير حبة، إنك تغير بالمجموعة، لأن هذا أفضل للتكلفة الكلية للصيانة. فإذا فشل واحد من السليبر أو حصل فيه مشكلة، فما راح يصير التغيير مباشرة للحبة الواحدة، لا يصير تغيير للمجموعة. وطبعا تحت تأثير الأحمال يفترض أنه يتغير جودة السليبرز، فالتغيير يصير على حسب خبرة فريق الصيانة، يختارون يعني مجموعة ويختارون جزء السكة يغيرونه، ومن الجزء هذا يصير جديد، يعني يصير في نهاية الجدول للتغيير أو نهاية الجدول للصيانة، ثم نبدأ في الأجزاء اللي ما مرينا عليها. يصير كأن التغيير على المجموعات ما هو على جزء واحد. فهذا الشيء يعني ذكرنا الشيء هذا، ذكرنا جزئية زحف الرمال. موضوع زحف الرمال مؤثر على نوعين، النوع الأول اللي هو الجزء الظاهر، إما إنه يسد المساحة ما بين التو ريلز، وإما إنه يؤثر على الطبقات اللي تحت. من الأشياء اللي إحنا تكلمنا عنها المرة اللي راحت، إنه طريقة تصميم للأريمة اللي مرينا عليها في محاضرة الريلوي ستريسز، وراح نمر عليها الآن بطريقة مناسبة للموضوع، كانت فقط تهتم برقم واحد اللي هو الليمت للتصميم. الليمت للتصميم كان تقريبا 25 بي اس اي، أو تقريبا 170 كيلو باسكال. فالرقم هذا مأخوذ كقيمة متوسطة أو قيمة متوسطة لقوى السب جريد في جميع المناطق، وتصمم على هذه القيمة في كل مكان. فنحتاج أن نختار طرق ثانية، الطرق الأخرى تعطينا خيار أن نصمم بناء على ليمت أكثر أو كريتيريا أكثر. راح نختار طريقة الآن مأخوذة من كتاب، من أول المراجع الإضافية اللي هو كتاب الريلرود جيوتكنيكال انجينيرينج. الطريقة هذه مؤلف الكتاب ومشرفة عملوا معا على هذه الطريقة بالضبط، فطوروها بناء على نوعين من أنواع الفيلير المتكررة في الريلوي، ومتكرر كذلك في الهاي واي، لكن الفوكس هنا في الريلوي. فالنوع الاول للفيلير اللي راح نصمم عليه اللي هو سب جريد بروجريسيف شير فيلير. والفكره هنا انه تحت تاثير الاحمال راح يصير فيه سكويز للسب جريد، بحيث انه طبقه السب جريد الجزء اللي موجود تحت الجزء اللي موجود تحت الريل. فلو فرضنا يعني على الرسم الموجود الحين انه فيه هذه السليبر،
هذه طبقة البالست والسب بالست، هذه طبقة البالست والسب بالست، ولنفرض أن هذه طبقة السب جريد. ف السب جريد والماتيريال للسب جريد اللي موجود تحت الريل يحاول انه او يغير مكانه بسبب الفشل في الشير من تحت الريل الى، يعني كانه ينضغط الى 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 خارج الى خارج الريل، فيصير فيه زي السكويز او زي النتوء الظاهر على يمين او يسار السكه بسبب ان الشير فيلير في السب جريد، يعني سبب التغير مكان السب جريد. طبعا هذا التغير راح يأثر على هبوط البالست، وراح يأثر على تصريف المياه للسب بالست، فراح يصير فيه هنا تجمع مياه، وراح اشرح صورة بعد شوي لهذا الموضوع. عموما ال progressive shear failure is the plastic flow of the soil caused by overstressing at the subgrade surface under repeated loading. فزي ما قلنا انه البلاستيك deformation تغير دائم للنوع لطبقة السبجريد. السبجريد soil gradually squeeze out from under the tie and then upward to the end. الفكرة الأساسية أنه السب جريد راح ينضغط تحت تأثير الأحمال، والشيل فيرير راح يختار المسار الأسهل، راح يختار المسار الأسهل الأقل مقاومة. فعندك احتمالين للسب جريد سكويز أو الشيل فيرير. الاختيار الأول أنه يصير الشيل فيرير أو سكويز اتجاه منتصف التراك، وهذا المسار الأصعب لسبب وجود طبقة البالست والتايز والأحمال اللي جاي من الريل الثاني. فالمسار الأسهل أنه يصير سكويز أو ينضغط السب جريد اتجاه خارج السكة. The depression in the subgrade will trap the water that can further soften the subgrade. الهدف من تصريف المياه من طبقات السكة أنه ما يوجد عندنا زيادة على ضغط لو الستريسز اللي جاية من الريل ستريس إضافية من ضغط الماء داخل طبقات السكة، وضغط الماء داخل طبقات السكة يؤثر بشكل إضافي على طبقة السبجريد وطبقة البالست مع البالست. إذا صار عندنا الفيلير هذا راح يصير في تغير في السلوب للسب بالست، وبالتالي المياه لا يمكن أنها تتصرف إلى خارج السكة. إذا ما تصرفت المياه صار عندنا موجود ضغط ماء موجود إضافي تحت تأثير الأحمال وتحت تأثير وزن الطبقة. The addition of more ballast above the subgrade squeeze zone might improve the subgrade stability. فتصميمنا على طريقة الأريمة ممكن أنه يسبب المشكلة بسبب أن طبقة البالست غير مناسبة في الدبث أو في الارتفاع. التصميم بناء على subgrade progressive shear failure قد يتطلب منا زيادة ارتفاع البالست، بالتالي زيادة أو معلش يعني إعطاء أمان إضافي من هذا من هذا النوع من أنواع الفشل. زي ما قلنا تحت تأثير الأحمال المتكررة السبجريد يحاول الهروب من تحت تأثير الضغط، أو راح يصير له تشوه دائم deformation plastic deformation بسبب تأثير الأحمال، والشير فيلير راح المسار الأسهل اللي هو باتجاه خارج السكة، وراح يصير عندنا كشكل عام لهذا الفشل نتوء ظاهر إلى يمين السكة ويسار السكة.
طبعا اذا وصلت، اذا وصل عندنا الفيلر الى هذه المرحله، معناته المشكله وصلت الى مراحل صعبه الصيانه. لكن قد يكون من الاشياء اللي تدل على وجود هذا النوع من الفيلير انه قد يكون عندنا اسرع من هبوط في هذه المنطقه، اسرع من مناطق ثانيه المشابهه. فتلقانا هذا الحد التصميمي تلقى بعد فتره فيه هبوط بسبب انه طبقه السبجريد تغير حجمها انتقلت الى مسار ثاني. فاذا عملنا تامبنج ورجعناه مره ثانيه لمكانها الاصلي، راح يصير فيه هبوط بسبب مره ثانيه انه الفيلير لا زال مستمر. تلقى يصير فيه هبوط بين فتره وفتره، فتحتاج انك ترجع المنطقه هذه وتسوي ترجع للمنطقه هذه وتسوي فيها التحقيق في سبب المشكله هذه. اما انك تاخذ زي ما شفنا في واحده من السلايدات الماضيه، راح تحفر لك خندق بالاتجاه هذا وتشوف وش سبب المشكله المتكرره. طبعا انت عندك فكره عن ارتفاعات الطبقات، فاذا صار عندك هبوط في السب جريد راح تلقى ان طبقه السب جريد نازله اكثر من مستواها التصميمي، وممكن يكون هذا دليل واضح على وجود المشكله. النوع الثاني من انواع الفيلير اللي نحتاج نصمم عليه كذلك سببه بلاستيك ديفورميشن او تشوه دائم على طبقه السبجريد، وهذا نسميه البالست بوكيت. وهذا النوع غير عن النوع الاول، ما راح يصير فيه ضغط لطبقه البالست بحيث انها تطلع من تحت السكه الى يمين او اليسار او تغير مكانها بسبب التشوه الدائم او الشيل فيلير. هنا راح يصير عندنا زي السيتلمنت في مستوى البالست، هبوط في مستوى البالست. فهنا الاكسسيف سب جريد بلاستيك فورميشن كان بي ريسبونسبل فور ميجر بورشن اوف مينتنس اند ريهابيليتيشن كوست. فهذا النوع كذلك من الانواع المشهوره في الفيليرز. الميكانيزمز ار مينلي ريسبونسبل فور ذا كيومولاتيف بلاستيك فورميشن فاين جرين سويل اندر ريبيتيف لود ارار cumulative plastic shear deformation و consolidation compaction deformation. فراح يصير على ثلاث أشكال، إما أن يصير shear failure، وإما أن يصير consolidation هبوط و compaction deformation. فهذه ثلاث الأشكال اللي ممكن أن يصير هذا النوع من الفيلير بسببها. كذلك هذا النوع يسبب تغير في الميول لتصريف المياه في ما بين السب بالست والسب جريد، وبالتالي يؤثر على حبس المياه داخل طبقات السكة ويزيد من صعوبة المشكلة أو يضاعف تطور المشكلة. زي ما قلنا هنا ما عندنا الموضوع السكويز أو التغير أو خروج السب جريد من طبقات السكه، لكن عندنا هبوط تحت تاثير الاحمال. السبب تسميته بالبالست بوكيتس انه راح يصير عندي زي الجيوب الباكيتس، او كل واحد منهم راح يحبس الماء وراح يصير زي منطقه تجمع للبالست. السلوب التصميمي لتصريف المياه راح يصير معدوم هنا، وبالتالي تجمع المياه يؤثر على طبقات السب جريد بشكل إضافي. عندنا ثلاث ما في مشكلة يا محمد، يحاولون يجربون يدخلون
برامج ثانية ولا بالجوال أو يغيرون. مشكلة البلاك بورد إن هذه هي الحلول المتاحة الحين عندنا، إذا تواصلنا معهم أنا اللي نسوي 3 أشياء، إما غير المصفح غير الجهاز. عموما المحاضرة مسجلة، فاللي ما يقدر يدخل راح يمديه يشوفها إن شاء الله لاحقا. طيب زي ما قلنا، طريقة العريمة هي طريقة تعتمد على السنجل ويل لود، فراح يصير تأثير الأحمال جاي من الويل مباشرة، وانتقل تأثير الويل من الريل كونتاكت إلى الريل سليبر، ومن السليبر للبالست، ومن البالست إلى السب جريد. حسبنا هذه القيم كلها وطلعنا الاستريسز ما بين السليبر أو التاي والبالست إلى السب جريد، مضبوط؟ هل في معلومات إضافية عن السب جريد؟ لا، ما عندنا معلومات إضافية، عندنا قيمة فقط التراك مودولس، والتراك مودولس تعبر عن تراك قوي أو تراك ضعيف، فقط هذه القيمة الوحيدة اللي موجودة اللي فيها تعبير عن نوع السكة، ويمكن القيمة هذه ما يدخل فيها بعد نوع السب جريد، يمكن يدخل فيها نوع السليبرز، نوع البالست إلى آخره. هل فيه قيم تفصيلية عن البالست؟ لا يوجد قيم تفصيلية طريقة الأريمة، فقط زي ما قلنا موجود التراك ماجلس. التراك ماجلس هو التعبير عن الهبوط لكل وزن، الهبوط الرأسي لكل وزن لكل مسافة أفقية. زي ما المرة اللي راحت قلنا إنه التراك ميجرز هو عبارة عن باوند لكل انش لكل انش، فهو الهبوط تحت تأثير الوزن لكل مسافة رأسية لكل مسافة أفقية. فأنت تتكلم عن الهبوط الرأسي لكل مسافة أفقية تحت تأثير الوزن، لكن ما يدخل فيه وش نوع البالست، قيمة قوة البالست أو ما شابه. ديزاين كرايتيريا زي ما قلنا المرة اللي راحت هي عبارة عن 25 PSI القيمة مقترحة من الأريمة، وتعبر عن جميع أنواع طبقات ديزاين ناو فيكس ليتر زي ما قلنا المرة اللي راحت، هذا هو المبدأ الأساسي للتصميم هنا. هذه الكراتيريا الوحيدة، هذه الحد الوحيد اللي نصمم عليه في هذا النوع. الموديل امبيريكال يعني قيمة تجريبية. الطريقة الثانية سيجل ميثود، لي سيجل ميثود. فلي ميثود هي عبارة عن وزن للترافيك مأخوذ على شكل مرات الحمل. المرة اللي راحت قلنا إنه فيه قيمة إضافية راح نتعرف عليها، القيمة هذه تمثل عدد مرات مرور الحمل على السكة، أخذناها على 3 أنواع، النوع الأول لكل أكسل، والمرة الثانية لكل النوع الأول قلنا لكل أكسل، النوع الثاني لكل طبقة أو الحمل، عدد مرات مرور الحمل لكل على طبقة البالس، وعدد مرات مرور الأحمال على طبقة سب جريد. قلنا إنهم يتغيرون على حسب تأثير الأوزان على هذه المستوى من الطبقة، وقلنا إن للأكسل فقط تويز داخله في تأثيرها على الأحمال. إذا نزلنا للبالست، البالست راح يتأثر أو يجيه الأحمال من تقريبا 8 أو معلش 4 ويلز، إنه يشوف 2 أكسلز كأنها حمل واحد، وطبقة السب جريد راح يشوف 4 أكسلز كأنها حمل واحد بسبب توزيع الأحمال اللي جت من مستوى السكة. هذه عدد مرات تأثير الأحمال وداخل في طريقة
ليميتد. كذلك يدخل هنا التوتال تونج، كم عدد الوزن كلي سنوي اللي يمر على تراك. للسب جريد عندنا قيمتين تفصيلية للسب جريد الآن داخلة في التصميم، ريزيلينس مودولس والكمبرسيف سترينث، كلها قيم تفصيلية للسب جريد ناخذها أو نستخدمها لتطبيق هذه الطريقة. هذه الطريقة أو هذه القيم تصير مأخوذة طبعا من نوع طبقات الأرض الطبيعية. البالست بروبرتيز ريزيلينس مودولس، البالست هو نوع البالست المتاح عندك، وش البالست اللي نقدر نستخدمه، وش او من الموردين الموجودين عندنا، وش القيم اللي يعني الريزيلينس مودولس اللي نقدر اخذها من عندهم على المواد المتوفره. ديزاين كريتيريا زي ما قلنا، هذه الطريقه اللي مثل راح تاخذ نوعين من انواع الفيلير المتكرر، الاول اللي بروجريسيف شير فيلير، والثاني الكوميوليتيف ديفورميشن اللي سميناها البالست بوكيتس. اخيرا المودل فور ستريس، هذا الميثود راح ياخذ التصميم على اساس انه كالكولير، يعني الاحمال راح تصير يعني موزعه على طبقات إلين نوصل إلى طبقة السبجريد اللي راح نصممها. النوع الثالث مأخوذ من الـ UIC اللي هو الاتحاد الأوروبي للريلويز، أو منظمة الريلويز للاتحاد الأوروبي أو في الاتحاد الأوروبي. هذه المنظمة لها أكواد التصميم أو للإرشاد أو توصيات للتصميم للسكة، فعندهم كذلك طريقة هذه مثلها مثل الأريمة empirical. لا يوجد design criteria. للsubgrade عندنا subgrade quality indicator، راح تعطي للsubgrade قيمة معينة، القيمة هذه تعبر للsubgrade ممتاز، للsubgrade سيء، السبجريد متوسط الجودة فقط. البالست بروبرتيز، لا يوجد بالست بروبرتيز. القيم اللي راح تدخل ديلي ترافيك، حجم المرور اليومي على السكة، هل هو متوسط، هل هو عالي، هل هو خفيف، والأكسل، هذه القيم اللي تدخل. وكل الطرق الثلاثة راح نحل عليها نصمم للبالست. الهدف النهائي من الطرق الثلاثة نصمم الجرانيلر لاير اللي هي طبقة البالس والسب بالس. طيب الأريما إكويجن، تذكرون الأريما إكويجن في المرة الماضية أخذنا الطريقة، عشان بس نتذكرها راح أكتب لكم المعادلة. أكتب لكم المعادلة اللي إحنا شرحناها المرة اللي راحت أو أخذناها المرة الماضية. في المرة الماضية إحنا شرحنا المعادلة كالتالي. المعادلة كانت كلها 18.6 مضروبة في
والـ H اللي موجود هنا هو نفس الـ H هنا مرفوع على الأس واحد. واحد فاصلة 25. طيب فهذه المعادلة من المحاضرة الماضية. طبعا كنا هنا هذه ال بي ام سميناها المحاضرة الماضية بي اي، وال اتش بدل ما نكتبها كابيتال كتبناها سمول. لكن هذه المعادلة تساوي المعادلة اللي محطوطة قدامك. الفرق بين المعادلتين ان هذه تعطيك القيم ال اتش تساوي متر، والاللاوبل ستريسز او البي سي والفيرتيكال ستريسز معطاه بالكيلو باسكال. تمام، القيم اللي هنا معطاه على باوند لكل سكوير انش، والدبث لكل انش. هذه المعادله اللي احنا اخذناها في المحاضره الماضيه، فقط حولناها للمعادله هذه وغيرنا الوحدات، فصارت الوحدة متر وقيمة البي سي اللي هي المطلوبة من الأريمة، بدل ما حنحطها 25 بي اس اي حطيناها 135 أو 138 كيلو باسكال. الفيرتيكال ستريسز في المرة اللي راحت طلعناها باوند كل سكوير انش، هنا راح تطلع معنا كيلو باسكال. فهذا الفرق بين المعادلتين، أو المعادلتين هم تقريبا نفس الشيء لكن غيرنا الوحدة. فلو استخدمت المعادلة هذه وطلعت الـ H، الـ H اللي بتطلع لك من المعادلة هذه بالإنش، استخدمت المعادلة هذه وطلعت الـ H، الـ H اللي بتطلع لك هنا بالمتر. فهذه المعادلة أصلها معادلة الأريمة اللي شرحناها في المرة الماضية. طيب مباشرة ناخذ مثال عليها. راح ناخذ معلومات اللي نحتاجها للحل بهذه الطريقة: الكونكريت سليبر دايمنشن، الدايناميك لود، الاي، الاي خذها من على حسب نوع الريل، التاي سبيسنج اللي هي الاي، والتراك مجلس. المطلوب فايند ذا بالست. المعادلة موجود فيها قيمة تصميمية اللي هي البي سي، والبي ام هي القيمة اللي راح نطلعها من او بسبب تأثير الأحمال. طيب من المحاضرة الماضية او مو المحاضرة الماضية، من السلايدات المحاضرة السابقة، الفورس لكل تاي هو عبارة عن الدايناميك لود مضروبه في البيتا مضروبه في سبيسينج على 2. هذا قانون احنا اخذناه في المرة الماضية. الدايناميك لود هو عبارة عن 48,000 مضروبه في البيتا اللي هو تحت الجذر الرابع 1000 تقسيم 4 في الاي في الاي مضروبة في 19.5 تقسيم 2. طلعت القيمة أو الوزن لكل تاي. قلنا عشان نوجد الاسترسز على البالست راح نضرب الفورسز للتاي في 2، لأنه البالست الحمل اللي بيجي عليه ما راح يجي من ريل واحد، يجي من تو ريلز، لأن الحمل أو الاسترسز اللي راح اللي نحنا نحل عليه أو نحل له عبارة عن الاسترسز في المنطقة هذه. أغير اللون يصير أوضح، والاسترسز اللي موجود هنا راح يعتمد على شيئين. الشيء الأول الأوزان
اللي جاية من التو ريلز، الفورس للتاي اللي جاي من ويل واحد راح ينضرب في اثنين عشان يعطينا الوزن على سليبر كامل. ذلك راح يعتمد على الاريا، وقلنا الاريا هي المنطقة فقط اللي تحت السليبر مضبوط في الويث، في الويث للسليبر. فناخذ ثلثين الطول في الويث. قبل شوي في السلايد السابق أعطانا الطول عبارة عن 99، فراح ناخذ ثلثين ال 99 نضربها في الويث اللي هو 10 فيت، معلش 10 إنش. في الأخير طلع معنا القيمة 25 بي اس اي. طبعا المعادلة اللي كنا نتكلم عنها ما تقبل البي اس اي كقيمة للبي ام، عشان نحول البي اس اي الى كيلو باسكال راح نضربها في 6.98. القيمة هذه للتحويل من بي اس اي، هذه تحولك من البي اس اي الى للكيلو باسكال. حولنا للكيلو باسكال، فنقدر الآن نستخدم القيمة في معادلة الأريمة للمتر، الوحدات المتريك سيستم. عندنا البي ام موجود الحين، نقدر نستخدم هذه القيمة في المعادلة. المعادلة اللي عندنا المعطيات الباقية 0.24 جزء من المعادلة، الأس 0.08 جزء من المعادلة، حيطلع معك الطول أو الدبث للبالست 0.29 290 مليمتر. هذا تقريبا قيمة الدبث للبالست. طبعا هذا صورة مأخوذة من الأريمة للطبقات البالست أو أبعاد طبقات البالست. اللي إحنا مهتمين فيه اللي هو الدبث للبالست، البالست دبث. فالبالست دبث من القيم أو على حسب يعني كقيمة تصميمية مبدئية أو قيمة عامة أو قيمة وصاه من قبل الستاندر الروسي الأوروبي والأمريكي، تراوح ما بين 350 مليمتر 300 مليمتر 450 مليمتر. احنا طلعنا قبل شوي 290 مليمتر، ممكن تاخذ ال 290، ممكن انك تكملها ال 300، يعني من باب انك تتماشى مع الستاندر. هذا النوع الأول من الطرق التصميمية. الطريقة الثانية اللي هي اللي ميثود. اللي ميثود راح نصمم للدبث للجرانولر لاير، والجرانولر لاير المقصود فيها طبقة البالس والسبالس. القيم اللي راح نستخدمها للتصميم اللي هي ريزيلينس مودولس للبالست، كومبرسيف سترينث للسب جريد، ريزيلينس مودولس للسب جريد، سويل. عندنا معطيات 1 2 3 4، إضافة عليهم عندنا تي، والتي تعبر عن المسافة ما بين من بداية طبقة السبجريد إلى ريجيد باوندريز، يعني طبقة صخرية طبقة قوية، يعني لين نوصل زي ما نعبر عنها بالعامي، لين نوصل الأرض العزاز الأرض القوية أو نهاية طبقات السبجريد الضعيفة. فإذا وصلنا مثلا طبقة صخرية نحسب المسافة من الطبقة هذه لين بداية السبجريد اللي موجود اللي راح نبني عليه
معلش نبني عليه السجن. هذه المعلومات اللي راح ناخذها متعلقه طبقات البالست والسب بالست، معلش البالست والسب جريد. كذلك من القيم اللي راح ناخذها راح ناخذ قيمه الدايناميك كلود، ناخذ قيمه الدايناميك كلود، راح ناخذ مرات مرور الاحمال الكروستن، راح ناخذ الان اللي هو عباره عن مرات مرور اللود على السكه. من الأشياء اللي تعتبر ممكنها قصور ممكنها ميزة في هذه الطريقة، أنها فقط تحل لأربع أنواع من subgrade. يعني بإمكانك التصميم بهذه الطريقة في أربع حالات. إذا صار عندك النوع الأول silt to clay limit أقل من الليكويد ليميت أقل من 50، أو سيل تو كلاي ليميت أكبر من 50. ففي هذه الحال في هذه الأربع حالات بإمكانك استخدام هذه الطريقة. عندك ساند والجرافل، الطريقة هذه ما تساعدك لأنها فيها قيم تصميمية، كل قيمة تعبر عن نوع التربة. لو فرضنا ان نوع التربه CL، هذا النوع من التربه له قيم تصميميه، القيم التصميميه هذه ثابته داخل معادلات اللي نطلع منها الدبث البالست. لكن كذلك لكن هذه الطريقه ما تعطيك قيم تصميميه للساند والكرابل، فما يمكنك تحل باستخدام الطريقة هذه. ممكن ترجع للأريمة، ممكن ترجع أي نوع من أنواع الطرق الأخرى، لكن هذه الطريقة لا تحل هذا النوع من الأحمال. ممكن نستخدم بعض السوفت ويرز اللي احنا خلناها في المواد حقت التربة الجيوتكنيكال انجينيرينج. ممكن نستخدم هذه السوفت ويرز، ممكن نستخدم الفاينايت ليميت مودلز، ممكن نستخدمها كذلك لحساب الستريسز. كذلك في بعض السوفت ويرز اللي موجوده من ضمنها واحد اسمه جيوتراك. هذا يصمم لك للطبقات بناء على نوع التربه خصائص التربة أيا كان النوع وأيا كان خصائص. كذلك يقدر يحسب لك الإجهادات من بداية أو من مستوى السكة إلين طبقة السبجريد. بإمكانك تستخدم طرق أخرى لحساب أو للتصميم على حسب أنواع التربة غير الأنواع الأربعة اللي موجودة في طريقة الليمث. مرة ثانية بس عشان نرجع للموضوع نكمل عليه، اللي مثل نستخدمها لأربع أنواع من أربع التربة. قلنا السلت والكلي للليمت أعلى من الكود، ليمت أعلى من 50 لها قيم تصميمية، أقل من 50 لها قيم أيضا تصميمية أخرى. في أربع أنواع للتربة مستخدمة هنا كلها سلت وكلي. سبب أن هذه الأنواع فقط الموجودة لأن طريقة تركز على نوعين من أنواع الفيلير المرتبطة بهذه الأنواع من التربة، فالشير البروغريسيف شير فيلير والباكتس كلها مرتبطة في هذين النوعين من أنواع التربة. فنكرر اللي احنا قلناه انه لي ديزاين ميثود تو بريفنت تو موست كومن سبجريد فيلير دو تو ريبيتد ستريسز ابليكيشن. الاول بروجريسيف شيل فيلير اكسسيف بلاستيك ديفورميشن بالاست بوكيتس. اللي ميثود
design for the granular layer of the track, which means the outcome of the method will be the ballast plus sub-ballast thickness. فإحنا نحل للgranular layer, والgranular layer مقصود فيها الballast sub-ballast. كذلك من الأشياء المهمة أن نعرفها هنا أنك راح تحل مرتين في الطريقة. راح تحل مرة يطلع لك depth المتعلق, يطلع لك ال h قيمة تبع ال progressive shear failure, يطلع لك h مرة ثانية متعلق بال ballast buckets, راح يطلع عندك قيمتين. راح تختار القيمة الأعلى لأنها تضمن لك إنه ما راح يصير النوعين كلهم, أو لأنها أعلى أمان ضد هذين النوعين من أنواع الفشل في طبقة السبجريد. مرة ثانية الطريقة هذه راح تحتاج إنك تحل مرتين, المرة الأولى الشير فاليير, معلش البروجريسيف شير فاليير, المرة الثانية البالست باكت, تحل مرتين يطلع لك في كل مرة دبث البالست, وراح تختار الدبث الأعلى. طلع لك هنا ال H تساوي, حلينا للبروجريسيف شير فاليير وطلع لك ال H يساوي 250 مليمتر. هنا حليت وطلع لك تقريبا 400 مليمتر. على سبيل المثال تختار القيمة الأعلى لأنها تضمن لك ما راح يصير فيها الليار البالست, ما راح يصير فيه الليار البالست باكت فيلير, ولا راح يصير البروجريسيف شير فيلير. كذلك من الأشياء المهمة هنا التصميم هنا للجرانولر لاير, فراح يصير التصميم للبالست زائد البالست. من الأشياء اللي نسيت إني أذكرها في محاضرة الجزء الماضي إنه فيه عندنا سب بالست سلوب, عندنا سب بالست سلوب, السلوب هذا تقريبا ما بين 0.5% إلى 1.5 إلى 2% ميول. الميول هذا الهدف منه تصريف المياه, يصير الميول باتجاه منطقة التصريف أو منطقة قنوات التصريف. يمكن الميول يصير بالاتجاهين, يمكن يصير باتجاه واحد. ففيه ميول, هذه طبقة السبجريد, هذه طبقة السبالس. ففيه ميول لتصريف, المياه إلى قنوات التصريف, سواء عندك هنا ديتش محفور للتصريف, عندك منطقة تصريف مياه, أو عندك نقاط تفتيش لتصريف المياه, أيا كان التصريف. لكن في ميول لتصريف المياه ما بين السبالس والسبريف, ميول هذا ما بين 0.5% إلى 1.5 إلى 2 إلى 1%, يعني تتراوح القيمة بحسب التصريف يعني اللي تحتاجه, على حسب كمية الأمطار. في معادلة راح نعرضها في نهاية المحاضرة هذه, أو معلش في محاضرة الدرينج راح تعطينا كذلك كيف نحل السلوب, تعطينا كيف نحل السنوب بناء على, طبعا هي معادلة تقريبية فكذا هذه المعادلة ممكن أنها تعطينا بعد فكرة عن كيف نصمم السلوب للسبالست. نرجع اللي احنا وقفنا عنده, قلنا راح تحل مرتين للي ميثود, المرة الأولى للبروجريسيف شير فيلير, والمرة الثانية البلاستيك انفورميشن. المعلومات اللي راح تدخل في الطريقتين, ومعلش أنا قلنا نحل مرتين, في قيم راح تدخل في كل الطريقتين. القيم اللي راح تدخل عندنا دايناميك ويل لود, نمبر اوف لود ريبيتيشن, السبجريد كاركترستكس, والجرانولار لاير ماتيريال ريزيلينس مودولس. من هنا راح ناخذ نوع السبجريد, هو سي ال ام ال سي اتش ام اتش,
لذلك راح يصير عندنا قيمة الـ compressive strength الـ subgrade، عندك الـ soil resistance راح تدخل، لذلك معلش resilience modulus راح يدخل معنا في القيم التصميمية داخل معادلات الـ subgrade، داخل معادلة الـ progressive shear failure ومعادلات الـ cumulative plastic deformation. كذلك عندنا قيم حدود للتصميم allowable amounts للشير فيلير وللبلاستيك سترين، القيم هذه راح تعطى على شكل نسبة من نسبة للهبوط، والقيم الثانية قيمة للهبوط، القيم هذه ما تصير بالمليمتر أو تصير على شكل نسبة. هنبدأ بالخطوات. الطريقة الأولى من أو معلش النوع الأول من أنواع الفيلير اللي مثل لحساب البالست ديبث أو البالست الجرانولر لاير ديبث ضد البروجريسيف شير فيلير عبارة عن خطوات. الخطوة الأولى هي حساب الألاوبل ديفياتر ستريس، وهذا يحسب استخدام نسبة بلاستيك سترين، هذه نسبة الهبوط من طبقة البالست كامل، والان اللي هو مرات الأحمال المتكررة، والكمبرسيف سترينث السبجريد. هذه القيم الثلاث راح تلعب دور في حساب الالاوبل ديفياتر ستريس للسبجريد. عندك نسبة الهبوط من طبقة البالست كامل، نسبة هذه تجي الان عبارة عن مرات تكرر الأحمال، و السيجما اس هي عبارة عن الكمبرسيف سترينث للسبجريد. عندك القيم A و B M، هذه القيم الثلاثة تعتمد على نوع التربة السويل تايب. السويل تايب راح يلعب دور في قيمة الـ A الـ B والـ M، راح يصير في جدول موجود في هذه القيم. أول شيء أو أقول أول شيء في كل طريقة راح تدخل على الجدول هذا وتطلع قيمة الـ A الـ B الـ M، وتستخدم بقية المعطيات الموجودة عندك وتحسب النواتج المعادلة. فحسبنا القيمة المسموحة للديفياتر ستريسز بناء على نسبة الهبوط المسموحة، عدد مرات تكرار الأحمال، وقوة السبجريد المعطاة. الآن راح نحسب في الخطوة الثانية قيمة، القيمة هذه راح نستخدمها للدخول في جداول تصميمية. القيمة هذه نسميها في الحالة الأولى strain influence factor. strain influence factor المعادلة هذه ال strain influence factor يدخل فيها deviator stress، allowable deviator stress حسبناه قبل شوي، dynamic load. عندي قيمة ثابتة A، القيمة هذه إما أنها تصير فاصلة 6 4 5، عوضها بهذه القيمة مباشرة. إذا دايناميك لود معطى عندك كيلو نيوتن والستريسز بالكيلو باسكال، إذا القيم معطى عندك الباوند و باوند بير سكوير انش هتستخدم 1000 انش، فأنت بين قيمتين يعني منها تصير فاصلة 6 4 5 أو 1000 إنش تربيع. عاد تختار القيمة بناء على المعطيات اللي عندك، وراح نحل مثال عشان يوضح كل شيء. الخطوة الثالثة اللي هي الدخول على الجداول التصميمية، select the required granular layer thickness to prevent subgrade progressive shear failure as follows.
determine the value of H over L corresponding to the strain influence value. عندنا جداول تصميمية للآي. جداول تصميمية للآي تعتمد على قوة البالس وقوة السبجريد. معنا الجدول الأول والثاني والثالث متشابهة تقريبا متطابقة. اللي يختلف فيها اللي هو الـ ES والـ EB. الـ ES في الأول عندك إما 2000 4000 8000 16000، ثاني 2000 4000 8000 16000. فالـ ES عندك أربع قيم، والأربع قيم موجودة في الأول، موجودة في الثاني، موجودة في الثالث. الـ EB المقصود فيها Resilience Modulus البالست، إما تصير 80000 40000 20000 ESI. فلنفرض أن القيمة البالست اللي تبي تختارها قيمة ممتازة جدا وبالست قوي جدا، راح تختار 80000. لو فرضنا أن البالست اللي بتختاره ما هو قوي، يعني متوسط القوة، راح تاخذ 40000. إذا البالست ضعيف أو نقول كفاءة جودته أقل من المتوسط، راح تاخذ 20000. اخترنا واحد من الجداول هذه بناء على البالست سترينج. نفرض ان البالست عندنا ما هو قوي، متوسط او جودته اقل، ناخذ ندخل في الجدول هذا. كيف نصمم من هنا؟ عندي اربعة منحنيات، كل منحنى تعبر عن قوة للسبجريد. لنفرض ان السبجريد الموجود عندنا قوته برضو ضعيفة 2000، برضو عندك انه 2000، فهتختار المنحنى A اللي يمثل سبجريد ضعيف، وراح نختار رسمة او الجدول والمنحنى التصميمي هذه بناء على السب، معلش، البالست سترينج. طيب الخطوة اللي قبل حلينا للآي، طلعنا قيمة للآي. نفرض انك حليت الآي وطلعت لك القيمة فاصلة 2، طلعت لك القيمة تساوي فاصلة 2. ارسم خط لين تتقاطع مع المنحنى اللي انت اخترته اللي هو الاي. الخط هذا خط مستقيم، حيطلع لك الاتش على ال الاتش على ال، وطلعت من الاتش على ال هنا 2.5. بعدها ننتقل للخطوة الأخيرة اللي هي إيجاد الاتش. الاتش على ال اللي طلعناها قبل شوي، يعني أو يعني أخذناها على كمثال قبل شوي، كانت معنا تساوي 2.5. اثنين ونص هذه قيمة بدون وحدة، لها وحدة، لأن الـ H عبارة عن بالمتر والـ L بالمتر، فهذه 2.5 بدون وحدة. الآن كيف نطلع الـ H؟ الـ H هو عبارة عن 2.5 مضروبة في الـ L. الـ L عندك قيمتين على حسب الناتج اللي تبغى تطلعه. إذا تبي تطلع القيمة للـ H بالمتر، اضرب في فاصلة واحد خمسة اثنين. خلينا نقول نبغى نطلعها بالمتر، صفر صفر. يطلع معنا الناتج النهائي يساوي 3. وهذه القيمة بالمتر، يعني يطلع عندك الدبت يساوي
300 80 مليمتر. الآن النوع الثاني من أنواع الفيلم. النوع الثاني من أنواع الفيلم يعتمد على dynamic load, stresses أو compressive strength للسب جريد, عدد تكرار الأحمال, الهبوط المسموح كمسافة أو كنسبة, الهبوط المسموح كمسافة. عندنا قيم ال قيمة ثابتة غير متغيرة, وقيم ال A قيمة ثابتة كذلك غير متغيرة, ال L وال M. فال L وال A قيم ثابتة من متغيرة, عندك ال A عندك ال M عندك ال B كذلك قيم ثابتة غير متغيرة. فاللي أنا حاط عنده صح عبارة عن قيم ثابتة تحت خط, عبارة عن قيم متغيرة على حسب المعطيات في السؤال. ذلك إذا حسبنا القانون اللي معلش إذا حسبنا deformation influence factor راح ندخل جداول, ندخل منحنيات تصميمية. المنحنيات هذه معطى فيها نوع التربة, معطى فيها قوة التربة, معطى فيها قوة البالست. كذلك المنحنيات نقدر نفرق ما بينها بناء على التي على ال. التي زي ما شرحناها قبل شوي عبارة عن المسافة من حد السب جريد إلى الريجيد باوندريز. نفرض ان التي كانت متر ونص, عندك ال زي ما قلنا قبل شوي فاصلة 1.52, قلنا متر ونص للتي قلنا فرضنا ان التي عبارة عن متر ونص ال ال قيمة ثابتة زي ما شفنا في بداية وقبل سلايدين هي 1.52, هيطلع معك الناتج للمعادلة هذه تقريبا 10. لو لاحظت ان ما في قيمة 10 من بين قيم المعطاة, يعني عندك 2 4 8 12, راح تدخل بين المنحنى 8 و 12. 8 اللي هو C, 12 اللي هو D, راح يصير المنحنى المطلوب ما بين C وال D. فلنفرض مثلا زي المرة اللي راحت ان ال I عبارة عن 1.1, نوصل ما بين C وال D في النص طبعا 2 تقريبا, معك 2. إذا ال H على ال L تساوي 2, على ال L تساوي 2, إذا ال H يساوي 2 مضروبة في 0.152. 2 مضروبة في هذه القيمة تعطينا, راح تعطينا تقريبا 300 مليمتر.
الخطوة الأخيرة زي ما قلنا إيجاد الـ H، ومثل ما وريناكم قبل شوي نقدر نوجد الـ H بضرب قيمة الـ H على الـ اللي طلعناها من الجداول في 0.152، وتقدر تطلعها بالإنش تضربها في قيمة 6. كذلك زي ما قلنا في جدول، هذا الجدول أول شيء ندخل فيه الإيجاد قيم A الـ B الـ M، والقيم هذه موجودة بناء على أنواع السويل اللي تدخل في هذه في هذه الطريقة. عندك الكلي نوع الفات واللين والسلت الإلاستيك والسلت، كلها موجودة لها قيم تصميمية تدخل فيها في المعادلات، قيم تتراوح ما بين A 0.6 إلى 1.2 و 0.1 للسلت إلى 0.18 للفات كلي المجرى للبقية. طيب خلونا نوقف عند مثال اثنين، راح نشرح المرة الجاية نبغى نتكلم عن الجزء الثاني من المشروع. قلنا في الجزء الأول ويفترض أن الجميع سلم، أنا تو شيكت على الإيميل ما لقيت إلا فقط مجموعتين هم اللي سلموا، أتمنى من الجميع أنهم يسلمون. الغرض الآن ليس وصف درجتك للمشروع، الآن راح أطلع على اللي أنت سلمته، إذا في أخطاء راح أعطيك فكرة عن الأخطاء اللي أنت سويتها، تعدل الأخطاء هذه ثم تسلم في النهاية عشان ما يصير عندك مشكلة في نهاية تسليم للمشروع يعني في نهاية الفصل. المطلوب أو الجزء الثاني من المشروع، الجزء الثاني من المشروع اللي هو اختيار القيم real size هذه الجزء الثاني من المشروع، هذه الأشياء لازم توجدها. كيف نوجد القيم هذه؟ نوجدها بناء على المعادلات اللي حلينا فيها، المعادلات اللي احنا حلينا عليها الستريسز في المحاضرة الماضية. في المحاضرة السابقة ريلوي ستريسز، واتمنى الجميع فاتح المحاضره معي الان، خلني اقول بشكل احسن اني خلني اشاركها معكم. في المحاضره هذه اوجدنا الستريسز ان الريل هيد والستريسز ان الريل بيس. كذلك في المحاضرة هنا اوجدنا الستريسز ان سليبر سيرفيس، علينا الليمت سليبر ستريسز، قلنا عندنا ليمت قيمته 200، الليمت هذا لازم ما نتعداه، راح تستخدم الليمت هذا ايجاد السليبر سايز المناسب. كذلك ستريسز اندر سليبر
حليناه بحيث ان الليمت ما نتعدى 65 نحتاج انك تحل المعادله بالطريقه هذه. الان بما اننا ما بعد خلصنا محاضره الريلوي جيوتكنيكال انجينيرنج او الريلوي جيوتكنيكال، استخدم طريقه الاريمه ايجاد الدبس. الليمت عندك اللي هو 25، الليمت عندك هو 25، راح تحل الاسترسز، وراح تختار بناء على الاسترسز هذه قيم الريل سايز، قيم الستريس والسليبر سايز، و السليبر البالست ديبث. اذا خلصنا محاضره الريلوي جيوتكنيكال تقدر تبدا في موضوع اللي هو الحل بطريقه اللي مثل. واضحه الجزئيه هذه شباب؟ هل في اشكاليه؟ مره ثانيه راح اختار الريل سايز، راح نطلع الفورسز للتايرز، راح نستخدم القيم الستريسز الموجود الليمت الموجودة عندنا لإيجاد السليبر سايز المناسب والبالب المناسب. مثل المرة الماضية راح نحتاج مثل المرة الماضية راح تحتاجون الأسبوع، نقول الأسبوع الجاي والأسبوع اللي عقبه، أنكم تسلمون هذا الجزء، تسلمون الجزئيات هذه اللي هو اختياركم للسليبر سايز والستب والريل سايز. يسأل على الجزئية هذه شباب، كلها واضحة عندكم؟ السلام عليكم دكتور. القيم ناخذ القيم اللي هي الماكسيموم او اللي هو الليمت ل 200 بي اس اي. ايه طيب، في معلومه الان نحتاج نصمم بناء عليها، التايب ليت في المحاضره الماضيه هنا راح اعطيكم الاري حق جزء من الاشياء اللي انت بتسويها. اذا جيت تحسب الاريا حقت التايب ليت، راح تاخذ الدبث معلش البيس ويدث ريل والويدث حق سليبر، راح يطلع لك الاريا اوف كونتاكت بتوين الريل و السليبر. طيب هذه المطالب، كيف حل المطالب هذه؟ الطريقة ترايل اند ايرور، جرب شوف هل انت وصلت للليمت المطلوب ولا لا. اول شيء تسويه اختار ريل سايز عادي، اي ريل سايز بختار 115، واحسب طلع الفورسز حق السليبر، واختر خلينا نقول سليبر احجام معينه. هتلقى في الانترنت مواقع وشركات يعني يعرضون يعني احجام وقيم، تلقى بعد بعض الاحيان ابحاث محطوط فيها قيم السليبرز يعني مشروحه بالتفصيل، حتى في المحاضره بعد موجود فيها تداول محطوط فيها الدبث والمعلومات التصميمية الهندسية للسليبرز. اختر واحد من الأحجام هذه وصمم عليه، هذا السليبر اخترته، بعد كذا عرضه كذا ارتفاعه كذا، وصمم شوف ايش بيطلع معك. الأخير الاسترسز ما بين الريل والسليبر، والستريسز ما بين السليبر والبالست، والستريسز ما بين او الدبث للبالست بناء على القيم هذه. زي ما قلت راح تحتاج انك تختار قيم تصميميه، اذا اخترت القيم هذه راح يطلع عندك المعلومات اللي نقدر نحل بناء عليها.
الآن موضوع الاختبار، خلوني بس أستعرض معكم ملف.